محكمة الجنايات أخيراً بتحسم الجدل في مأساة عروس إسماعيلية وبتصدر حكم رادع ضد زوجها. مؤتمر المناخ العالمي انطلق في شرم الشيخ وتوقعات بمشاركة واسعة من زعماء العالم. جريمة بشعة ارتكبها شاب في حق والدته لكنه هيدفع ثمنها غالي جداً. وشوبير بيكشف سر وقف النشاط الرياضي في الزمالك. كل الأخبار دي وأكتر في القاهرة الآن. بابتسامة عريضة معناها مش مفهوم، استقبل عريس إسماعيلية عبد الله أحمد الحكم بحبسه سنة وتغريمه 2000 جنيه في اتهامه بالتعدي على زوجته المعروفة بعروسة إسماعيلية مها محمد بالضرب والإيذاء. ضرب عروسة إسماعيلية بدأ من يوم زفافها بعد ما زوجها تعدى عليها وهي أمام الكوافير وهي في فستانها الأبيض في مشهد سجلته الكاميرات وانتشر بسرعة كبيرة على المنصات الاجتماعية. مها وعبد الله وقتها أكدوا إن اللي حصل سوء تفاهم وإنهم بيحبوا بعض، لكن عروسة إسماعيلية خرجت بعد 8 شهور زواج وقالت إنها ضاقت في زواجها من كل ألوان العذاب وإنها أجبرت على الزواج في الأول. المحكمة رغم حكمها القوي على عريس إسماعيلية لكنها برأته من احتجاز زوجته، وده بعد ما اتهمته مها باحتجازها في منزل شقيقه ل 15 يوم والتعدي عليها بالضرب والتعذيب. عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير اتعرض لموقف محرج جديد وطرد للمرة الثانية، لكن هذه المرة من موقع تصوير فيلم الطاروت. محمد عادل راح لوكيشن التصوير مع عصام شعبان عبد الرحيم على أمل أنه يخوض تجربة التمثيل الأولى، لكن أبطال الفيلم سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم ومحمد عز اتفاجئوا بتواجده أثناء احتفال بعيد ميلاد مي سليم ورفضوا التصوير معاه وطلبوا منه أنه يغادر. الفنان محمد عز نفى أنه طرد عامل النظافة وقال أنه أثناء الاحتفال بعيد الميلاد شافه واقف جنبه وهو ما يعرفوش، وأثناء التقاط الصور شافه واقف وسط رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي كساب فسألوا حضرتك مين وهل تعرف حد هنا، ورد عليه عامل النظافة وقال له لا. محمد عز قال انه طلب منه الانتظار بره في مكان استقبال الضيوف وما طردهوش زي ما هو بيحاول يقول عشان يكسب تعاطف الجمهور. المذيعة غدير ابو خزيم اللي اشيع انها اتخطبت لعامل النظافة كمان اتكلمت عن الموضوع واكدت ان كل دي اشاعات وملهاش اساس من الصحة، وقالت ان كل اللي حصل انها مسكت ايد محمد بعد ما قال لها ان الناس كانت بتحتقره عشان تبين تضامنها معاه ونزلت صورهم مع بعض وده تسبب في ظهور الشائعة دي. النهاردة انطلق مؤتمر المناخ المنتظر من مدة في شرم الشيخ كوب 27 بمشاركة واسعة من وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ وكمان ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الدورة دي من قمة المناخ جت في توقيت حساس للغاية بيتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه. الرئيس قال كمان ان الاخطار والتحديات دي تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خريطة طريق للانقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغييرات المناخية، ويتوقع ان يشارك في مؤتمر المناخ رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة حكومة ايطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني اولاف شولز وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد وغيرهم كتير من زعماء العالم. محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة المتهم باغتصاب وقتل والدته في منطقة مركز بدر بمحافظة البحيرة بالإعدام شنقا. رئيس المحكمة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي قال للمتهم خلال النطق بالحكم: يا عمار انت ابن عاق، هتكت عرض والدتك وكشفت عن عورتها ولم تسمع قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ولم تراعي قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. الإعلامي أحمد شوبير كشف تفاصيل الأزمة اللي بيمر بيها نادي الزمالك واللي خلت الإدارة تهدد بتعليق النشاط الرياضي في النادي. شوبير قال إن الزمالك تعاقد مع لاعب السلة توهولاي بنصف مليون دولار واتحاد السلة بيفرض رسوم 5% على قيد اللاعب المحلي و7% على اللاعب الأجنبي بالإضافة ل 14% قيمة مضافة و2% رسوم تنمية. ولما الزمالك طالب من اتحاد السلة قيد اللاعب الاتحاد طلب دفع الرسوم لكن الزمالك امتنع وبالتالي رفض الاتحاد قيد اللاعب وده خلى الزمالك يهدد بتجميد النشاط الرياضي بسبب عدم قيد لاعب السلة. شوبير قال إن الزمالك عنده حجز على حساب واحد فقط من أصل حوالي 10 حسابات في البنوك والحساب ده هو أقل حساب في رصيد. دي كانت أخبارنا، استنونا في تغطية جديدة من القاهرة الآن.